تطمينا اكتر طبعا عن حاله الجو. بينضم لنا على تليفون دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك وكل الساده المشاهدين. يعني طبعا بناء على كلام حضراتكم وقرينا كلنا او شفنا لسه، كنت بقول لهشام الصبح في بدايه الانترو ان حتى على الاب بتاعت التليفون ان الجو الاسبوع الجاي هيبدا في الدفى، احتمال درجات الحراره توصل ل 24، ده حقيقي؟ بالفعل يا فندم، الحمد لله ان شاء الله اعتبارا من غدا تبدا حاله من الاستقرار في الاحوال الجويه، بدايه هدوء الرياح. من بكره هتهدى الرياح على كافه او على اغلب انحاء الجمهوريه. هنحس فعلا بتغير في حاله الطقس بعد ما كان في نشاط هواء وتراب وامطار النهارده. هتبدا الرياح تهدى تماما بكره. هتبدا السبوره المائيه في الظهور مره ثانيه في الصباح الباكر. في نفس الوقت درجات الحراره هتبدا تعلى تدريجيا لغايه ما تصل فعلا في منتصف الاسبوع القادم لما يقرب من 24 درجه مئويه. ده طبعا كتله مختلفه خالص واتجاهات مختلفه القادمه طبعا من الجزيره العربيه. الجزيره العربيه بتكون اكثر دفئا طبعا من غرب مصر عند ليبيا وعند غرب اوروبا. طبعا اختلاف الكتله هيعمل تغيير كامل في حاله الطقس، بالاضافه الى كده فعلا في مرتفع خطابات الجو العليا هيعمل على استقرار الهواء الى حد كبير وتكون السبوره المائيه، وهتفتح المواني بقى اللي هيتم غلقها اليوم واللي كان مقفوله من كام يوم برضه. نعم. طب يا دكتور، ده بالنسبة لدرجات الحرارة، بالنسبة للأمطار يعني كانوا برضو متوقعين هيكون في أمطار الويك أند ده، هل في أمطار ولا الرياح غيرت اتجاهها مثلا؟ لا طبعا، هو خلال الأيام اللي جاية فرص كتير أمطار هتبقى منعدمة تماما، ما فيش أمطار هتقرب من مساء اليوم. هتنخفض فرص سقوط أمطار متوسطة بكرة على سواحلنا الشمالية الشرقية عند بورسعيد ورفح والعريش، مع على ظهر الغد هتبدا تنعدم فرص سقوط الامطار على كافه انحاء الجمهوريه. نعم، بس ده اكيد مش هو حال الجو دي، لانه رياح جايه زي ما حضرتك قلت من شبه الجزيره، جو هيدفي، بس اكيد بعد ما هتعدي الرياح دي هنرجع للبرد تاني اكيد، عشان الناس بس ما تفتكرش ان احنا خلاص هنبدا الصيف والكلام ده. لا احنا لسه بدري جدا، هتبرد تاني. احنا لسه يعتبر في اول الشتاء، قدامنا شهرين تانيين في فصل الشتاء. احنا عارفين التغيرات الشتاء متقلب برضه، وفي تغيرات وتقلبات جويه. نعم، احنا الحمد لله الفتره الجايه داخلين على استقرار نستمتع بيها شويه بقى. دكتور بشكرك جدا، دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجويه كنت معنا هاتفيا.